طبعا ملعب رادس واللي هتقام عليه هذه المباراة. أكيد استعدادات قوية، استعدادات مهمة جدا بالنسبة للفريق، لكن خليني سريعا عايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي على سعد سمير. يمكن سعد خلال مران الأمس ما شاركش في المران بشكل كامل بسبب إجهاد في العضلة الضامة، لكن النهاردة زي ما احنا شفنا بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل جيد جدا وبشكل قوي، وأصبح جاهز لأداء المباراة غدا إن شاء الله، ويكون موفق مع بقية زملائه خلال هذه المباراة. بشكل عام عن المران، المران في بعض الجوانب